ايه؟ مش عم تعمل ايه؟ عم غطيك تما ترجع تاخد برد وتمغص. رجعني وقت تخفى بتنسى انك موجوع. بحبك. تعي لحدي تعي يا حياتي، مش كل ما شفتي بهالحالة بدك تنهاري. انت عارفة انه هالكرايز من ضمن العلاج واجباري يمرق فيهم. ايه بس ما فيني شوفك، عم بتوجع كتير. بس بتعرفي هيدا شو يعني؟ انه عم بيتعذب، انه مش عم يتعاطى. ايه صحيح، انا عم باخده وبرجع من المدرسة ما عم بيظهر بالبيت وما عم بيتركه لحاله ابدا. يعني بعد شوية وقت بصح وبطل يعمل كرايز. ايه بس خايفة كتير لاخوته ينتبهوا. ما تخافي، قلت له ممغوص لانه اخذ برد. خلص حياتي، طلعي طمني الاولاد ونزلوا كلكم سوا تنتروق. يلا